النهارده باير سيمنز بتقدم لنا صنف رجاده، ده صنف طماطم يعتبر رقم واحد النهارده عاده حراري، وكمان السنه دي اثبتت معانا ان الصنف متحمل لان السنه دي نواه الحركة شديده السنه دي عن اي سنه، فده كان ادى فرصه ان الصنف يثبت وجوده في الارض الواقع. الاول ميزه فيه ان هو ضد الفيرسه تماما، تجاعد الاوراق والاصفرار ده تماما، متحمل جدا لدرجات الحراره بالنسبه للشتلات نفسها في بدايه الزراعه. الصنف بسم الله ما شاء الله عقد حراري، الصنف مقاوم، صنف متحمل للامراض الفيروسيه والفطريه، بسم الله ما شاء الله انتاج قوي، الصنف بسم الله ما شاء الله وضعه حلو، الحبايه بسم الله ما شاء الله صلابه، لون، جوده، تحمل، هي طلب المزارع. العروه الصيفي ديت مع درجه الحراره في مصر، لا صنف كفاءته عاليه جدا. اول شيء في كذا ميزه، الميزه الاولى العقد الحراري ممتاز جدا، تكبسين يعني يعتبر معدوم خالص، ما فيش تكبسين، متحمل في الامراض الفطريه وفي التربه. الصنف متحمل عائد حراري، متحمل فيروس مزيك الاوراق، متحمل نيماتودا واعفان، متحمل ملوحه. حتى الصنف مثلا انا لو عندي ارض فيها ملوحه عاليه وارض النهارده فيها مشاكل تربه، لا الصنف بيجود معايا فيها، بيجود معايا في جميع انواع التربه، بيجود معايا في الارض الطينيه، شغال معايا في اي مكان. فالرجايده اثبتت انها فعلا العود بيتحط بيثبت مكانه. الحاجه الثانيه النمو الخضري بتاع الصنف اللي هو الرجايده قوي جدا جدا جدا، يعني معانا زي ما انتم حضراتكم شايفين بيقفل لحد 3 متر. بسم الله ما شاء الله الحجم بتاع الطماطميه ديت انا ما شفتهاش لسه في صنف صيفي ممتاز عقد حراري بالطريقه ديت. يعني بسم الله ما شاء الله اللون بتاعه الكبسوله، يعني ما فيش صنف برضو بيطلع بالكبسوله ديت. ده مدي ميزه معانا كمان ان السنه دي من اكبر مميزات اللي هي ان مش كل المزارعين زارعين، فدي مدي ميزه ان الصنف ماسك سعر. واهم شيء في ان هو عقد حراري بيعقد من على طول 3 متر زي ما حضراتكم شايفين، ولون الحبايه والصلابه حاجه ممتازه جدا جدا جدا، واثبتت تسويقيا ان هي اعلى سعر. بنزرع من الزرع دي من زمان، يعني بقى لي اكتر من 10 سنين بنزرعه طماطم، بس ما شفتش الجوده دي ولا المستوى ده. يعني زرع بسم الله ما شاء الله زرع عالي خالص، وزرع بيتحمل درجة الحرارة، يعني زرع ممتاز. تقريبا من أول نظرة للصنف يعني العاد الحراري مظبوط، فمن أول نظرة يعني إن شاء الله عارفين إن إحنا بعد 3 سنين هنوصل النهاردة إن الصنف هيكون ليه مكان والصنف هيكون شغال كويس. بصراحة الصنف حلو، وبالمقارنة بالأصناف الأخرى صنف كويس والله، في العاد الحراري في درجة الحرارة العالية بيقعد حلو وكويس والله الحمد لله. يعني قوة تحمل الأمراض الفطرية، مقاوم نماتودة، مقاوم أعفان، عقد ممتاز، جودة وعرش، نمو خضري، صلابة طول العمر فيها بسم الله ما شاء الله. أنا جمعتها جمعة وبجمع فيها تاني ربط حاليا بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله في التسميد، يعني أنا قعدت حوالي 45 يوم خدت تسميدة واحدة واللون بتاعها أزرق وعطى 10 على 10 ممتازة، وفي الأرض بسم الله ما شاء الله حاجة تفرح ما شاء الله. أنا شايف إن الصنف محترم، صنف يعني هي دي الثمرة الكويسة، ثمرة جودة وصلابة. حتى الحباية بسم الله ما شاء الله زي ما أنت شايف كده يعني صلبة وحلوة، يعني يعني بسم الله ما شاء الله حاجة فوق المتوسط فوق العالي. احنا بنشكر شركة سامي تريد يونيفيرت مصر، وبنشكر شركة باير سيمينس، وشكرا لكم.